خصائص النظام. قام هذا المخترع بتصميم دراجة نارية من بقايا القذائف. هذا اختراع، هذا الاختراع من بقايا القذائف. أحد الأبطال يقوم باستثماره. مدينة دوما. سلام. مدينة دوما. هذه القنبلة العنقودية التي لم تنفجر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. فلينظر العالم ما سيصنع الشعب السوري بصواريخ روسيا وإيران والصين. عندنا تقصير، عندنا طلبيات كثير. الله أكبر، الله أكبر. صامدون بعون الله تعالى. منذ سنتين دوما تعاني حصار شديد، لا طحين، لا محروقات، لا كهرباء. والنصر قادم بإذن الله تعالى. فلننظر. من وين جبت هاي القذائف؟ كلها من دوما مفاجرة؟ كلها من دوما يا أخي. كلها من دوما. عندنا أكثر من 2000 صاروخ بالمنطقة الزراعية عندنا هون. والفلاحين اللي عم يجيبوهم مشان نخترع فيهم اختراعات. هذا المحل لتصنيع او الاختراع من بقايا القذائف الذي يرميها بشار الاسد على بعض، على مدينة دوما وعلى بستين مدينة دوما. يستغل هذا الرجل. هاي اخي الكريم، صوبي على الحطب، حتى حطب ما في. صوبي على الحطب، صوبي على الحطب. من الصواريخ الروسية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والله الحمد.